سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء. طبعا هذا الكلام استكمال لما في صفحة 80. نرجع لصفحة 80 كده. يقول: وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو. فإحنا تكلمنا على إيه؟ السقط في الإسناد. وشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الطعن في الرواة، فقال: ثم الطعن يكون بعشرات أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض. خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد. يعني إحنا أو الحافظ لم يميز العشرة أقسام أيهما يتعلق بالعدالة وأيهما يتعلق بالضبط، لأنه رتب هذه العشرة حسب قوتها وطعنها في الراوي. فممكن يأتي عنصر يتعلق بالعدالة، ثم الذي يليه يتعلق بالضبط، وهكذا. فهو رتبهم حسب إيه؟ قوة الطعن. ولكن نحن في أثناء الشرح سنبين هل هذا يتعلق بالعدالة أم بالضبط، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد. طبعا هو كان الأولى أن يقول ترتيبها على الأشد فالشديد، لأنه لو ترتيبها على الأشد فالأشد يبقى الأشد هيأتي متأخر. واضح؟ واضح ولا مش مفهوم النقطة دي؟ مش مفهوم. هو بيقول وهي ترتيبها على الأشد فالأشد، يبقى المفروض إن أشد واحد يأتي إيه؟ رقم واحد، ثم نتدرج بعد ذلك الأقل شدة يأتي رقم اثنين، وهكذا. لكن على كلام الحافظ الأشد فالأشد يبقى إيه؟ رقم اثنين هيبقى أشد من واحد، وثلاثة أشد من اثنين، وهكذا، وهو ليس مراد الحافظ. فكان الأولى أن يقول على ترتيبها على الأشد فالشديد، لأن الشديد أقل قوة من الأشد. وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. سبيل التدلي أي التنزل، نأتي من الأعلى إلى أسفل، وهكذا. وده عكس إيه؟ الترقي. الترقي يكون من أسفل إلى أعلى. لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي، والكذب هذا يعد نوع من أنواع الفسق الآتي ذكره. يعني الكذب
هو خاص والفسق عام، فالكذب جزء من الفسق وسيأتي ذكره. وعشان كده لهذا قيده بقوله في الحديث النبوي. وكان الحافظ رحمه الله تعالى ممكن يعبر عنه بالافتراء أو لافتراء الراوي، إن افتراء الراوي مقصود به الكذب المتعمد، وهو أشد أنواع الطعن، حتى إنهم قالوا بكفر فاعله، يعني من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قال أنه يكفر لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. طيب ده رقم واحد، كذب الراوي هذا يتعلق بالعدالة أم بالضبط؟ بالضبط، بالعدالة. كذب الراوي يتعلق بالعدالة. رقم اثنين بيقول ايه؟ او تهمته بذلك، يعني احنا مش متأكدين انه كاذب، ولكن هو اتهم بالكذب. وهناك فرق بين القطع بأنه كاذب وبين الاتهام بالكذب، ولذا أتى به في المرحلة التالية، أو تهمته بذلك، أي تهمته بالكذب، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. يعني هذا الحديث الموضوع أو الضعيف جدا لا يروى إلا من جهة هذا الراوي، ولا نجد له متابعا أو شاهدا في مكان آخر، لم يروه إلا هذا الرجل، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، مخالفا لقواعد الشرع، لا يقبل التأويل، والحديث الموضوع له سمت يعرفه العلماء حتى بدون الرجوع إلى الرواة. فالإمام أحمد روى في المسند حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعدكم منه. يعني إذا بس هذا لا يتأتى إلا لمن؟ للعلماء. العلماء عندما يسمعوا الحديث من نص الحديث ممكن يستنبط أن هذا الحديث حديث موضوع، لأن ليس عليه نور النبوة وليس عليه سمت النبوة. فالحديث النبوي له سمت معين وطريقة معينة يعرفها العلماء والمحدثون. وكذا من عرف بالكذب في كلامه، يعني رجل معروف بأنه يكذب وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، يعني واحد من الرواة لم يثبت لدينا أنه كذب في الحديث النبوي، ولكن عرف عنه في حياته أنه يكذب، فهذا يكون متهما بالكذب، يدخل تحت دائرة الاتهام وليس دائرة الكذب الصريح المتعمد. و
وهذا دون الأول، يعني أقل مرتبة من سابقه الذي يكذب ويتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، تهمة بالكذب دي تبقى عدالة ولا ضبط؟ داخلة تحت العدالة أم الضبط؟ العدالة. يبقى كده الكذب الراوي والتهمة بالكذب الاثنين دول ايه؟ عدالة. يبقى كده ايه؟ ناقص في العدالة ثلاث عناصر. أو فحش غلطه، ده المرتبة الثالثة، أو فحش غلطه أي كثرته، وهو الذي يكون إيه؟ خطأه أكثر من صوابه، أو ربما يستويان، يستوي خطأه وصوابه، فهذا أيضا يطلق عليه أنه إيه؟ فاحش الغلط، إنه حتى لما يستوي خطأه وصوابه إذا حدث بحديث لا تدري هل هذا داخل في الخطأ أم داخل في الصواب، لا تدري، وإذا كان خطأه أكثر من صوابه فهذا من باب إيه؟ أولى. طبعا هو ما فيش إنسان بيخلو من الخطأ، ولا يوجد إنسان يخلو من النسيان والسهو، ولكن الرواة الثقات يكاد يكون سهوهم وخطأهم معدودا على الأصابع، ولكن هنا نتكلم عن الراوي الذي يكثر غلطه وسهوه ونسيانه بحيث يكون أكثر من صوابه. طيب، هذه الثالثة فحش غلطه، هذه تتعلق بالضبط أم العدالة؟ بالضبط، نعم. المرتبة الرابعة، أو غفلته عن الإتقان، أي كثرة غفلته أيضا، لا لمجرد الغفلة، فمجرد الغفلة لا تعد طعنا في الراوي، ولكن إذا كثرت أخطاؤه وكثرت غفلته. وهذه أيضا تتعلق بالضبط. يبقى كده عندنا اثنين عدالة واثنين ايه؟ ضبط. أو فسقه، أي بالفعل والقول، أي فسقه بالفعل والقول، في بعض النسخ بالفعل أو القول، وهذا أولى وأدق. أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر، لأن احنا بنتكلم على ايه؟ على الراوي المسلم الذي يروي الحديث، مش هنأتي إلى راوي كافر، أو لا يوجد راوي كافر يروي الحديث النبوي، وحتى إذا رواه لا نقبله منه، مما لم يبلغ الكفر. وبينه، أي بين الفسق وبين الأول اللي هو إيه؟ كذب الراوي، يبقى بينه أي الفسق وبين الأول اللي هو كذب الراوي عموم، يبقى عموم مطلق ولا عموم وخصوص مطلق، ولا عموم وخصوص وجهين؟ عموم وخصوص مطلق. يبقى الفسق في الدائرة الكبيرة، والكذب في الدائرة الصغيرة بداخل الدائرة الكبيرة، يبقى إذن الفسق أعم من الكذب، والكذب أخص من الفسق.
زي ما قلت لكم العموم والخصوص، العموم والخصوص المطلق دائرة داخل دائرة. وإنما أفرد الأول اللي هو الكذب يعني لكون القدح به أشد في هذا الفن، يعني قدمه لأن الكذب في الراوي، إذا اتهم الراوي بالكذب هذا أفظع شيء وأشد شيء يتهم به الراوي، لأن وجود هذه الصفة فيه ينفي تماما أو ينسف تماما وجود الحديث. يبقى كده ما فيش حديث أصلا، أنت واحد بيكذب هتقبل منه الحديث إزاي؟ فكأن الحديث لم يكن. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. يعني هو هنا فرق بين الفسق بالقول والفعل والمعتقد. هو هنا بيتكلم عن إيه؟ الفسق بالفعل والقول. أما الفسق بالمعتقد اللي هو البدعة هيأتي. طيب، فإذا كان الفسق بين الفسق وبين كذب الراوي عموما وخصوصا مطلق، طيب بينه أي بين الفسق وبين التهمة بالكذب إيه بقى؟ حد يعرف؟ عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. عارفين العموم والخصوص الوجهي؟ فاكرينه مع صورته كيف؟ حد فاكر؟ طيب حد عارف والله ارسمها لكم؟ ها؟ هنا الفسق احنا قلنا ايه؟ الفسق قلنا ان الفسق يا اما يكون بالقول او بالفعل او بايه؟ بالاعتقاد. طيب هنا التهمة بالكذب اللي هي رقم اثنين، التهمة بالكذب، التهمة بالكذب دي قول ولا فعل ولا اعتقاد؟ قول. سليم؟ قول. طيب ايه المشترك ما بينهم؟ فساد القول، فساد القول. الفسق احنا قلنا قول او فعل او اعتقاد، فايه فهنا الفسق فيه فساد في القول، وهنا التهمة بالكذب فساد في القول، فاجتمع في هذا. أو وهمه، النقطة اللي بعدها إيه؟ الوهم بأن يروي على سبيل التوهم. ماشي؟
هو يتوهم رواية معينة أنه أن شيخه حدثه بشيء معين فيتوهم ذلك ويرويه، فهذا داخل في إيه؟ في أوجه الطعن في الراوي. طب الوهم اللي هو إيه؟ حد يعرف كده الوهم؟ الوهم هو الظن. طيب ولو ان ده مش داخل في مسح لنا بس دي، مسح لنا ده كله، هذا داخل ليس داخلا في مصطلح الحديث، ولكن ايه نشرحه ان شاء الله. العقل لما يحكم على شيء فإما أن يحكم عليه أو يكون حكمه عليه جازما أو غير جازم. نعم؟ طيب أشرحها برضو عشان تبقى إيه واضحة. حكم العقل بأمر على أمر، على أمر إما أن يكون جازم، عارفين جازم يعني إيه؟ جازم يعني قطعي، أنا أحكم عليك أنك موجود الآن، فهذا حكم جازم، أو غير جازم. أي غير قطعي، أنا غير متأكد. طيب الجازم إما أن يكون مطابق للواقع، أو غير مطابق للواقع. هذا الحكم الجازم إما أن يكون مطابقا للواقع للخارج لما هو موجود فعلا، وإما أن يكون غير مطابق لما في الواقع. طب إذا كان غير مطابق للواقع ده نسميه إيه؟ نسميه الجهل المركب. الجهل المركب، الجهل المركب هو إدراك الشيء بخلاف الواقع. الجهل البسيط عدم إدراك الشيء أصلا. يعني مثلا أأتي وأقول لطالب من الطلبة ما حكم تيمم الرجل في حال وجود الماء وقدرته على استعماله؟ الماء موجود وهو يستطيع أن يستعمله، فهل يجوز له أن يتيمم؟ فإذا قال نعم يبقى هو هذا جهل إيه؟ مركب، لأنه أدرك الأمر على خلاف الواقع. أما إذا قال لا أدري فهذا جهل بسيط. واضح؟ طيب أما إذا كان الطلب الجازم مطابقا للواقع
فإما أن يكون لموجب أو لغير موجب. لغير موجب اللي هو إيه؟ التقليد. تقليد العوام. هذا لغير موجب. ليه أنت بتقلد؟ لا أحد أوجب عليك التقليد، ولكن الناس يقلدون لقصور هممهم عن طلب العلم. وإما أن يكون لموجب، هذا الموجب إما أن يكون عقليا أو حسيا أو عقلي وحسي معا. اللي هنا شايفين؟ طيب، طيب، إما عقلي أو حسي أو عقلي وحسي معا. طب العقلي هذا إما أن يكون بكسب، يعني أعملت عقلك لتتوصل إلى معرفة شيء مجهول، فهذا يسمى النظري. يبقى إذا كان بكسب يبقى ده اسمه إيه؟ النظري. أو بغير كسب فهو الإيه؟ البدهي. شيء لم تعمل فيه عقلك فهذا يسمى إيه؟ بدهي. أنت تدرك أن السماء فوقنا، مش محتاجة إعمال عقل، وأن الأرض تحتنا، وأن الواحد نصف الاثنين، هذا لا يحتاج إلى إيه؟ إعمال عقل، فده يسمى بدهي. أما إذا أعملت عقلك فهذا يسمى إيه؟ نظري. زي ما قلنا إيه؟ العالم حادث، وكل حادث كل حادث متغير. يبقى إيه؟ العالم حادث. يبقى أنت كده إيه؟ أعملت العقل. طيب، الحسي اللي هو الحواس الخمس، حواس الخمس تعرفونها: السمع والبصر والشم والتذوق واللمس. فإذا رأيت شيئا فأنت تحكم عليه حكما جازما، تقول رأيت كذا، هذا حكم جازم، سمعت كذا، تذوقت كذا، إذا كان شيئا مما يتذوق، واضح؟ شممت كذا، لمست كذا، فحكمك عليه يكون حكما إيه؟ جازما. طيب، إذا العقلي والحسي معا، هذا يتعلق بالقضايا المتواترة والتجريبية. لأنها تحتاج العقل والحس معا. طيب، الغير جازم بقى، الطلب الغير جازم، وهو ده بقى اللي هنتكلم فيه عن الوهم.
الطلب غير الجازم إما أن يستوي الطرفان، استواء الطرفان. أقول لك هل جاء محمد؟ فأنت عندك الأمرين مستويين، أنت لا تدري إذا كان جاء أم لم يأتي، فهذا يسمى شك. يبقى الشك استواء الطرفين، يسمى الشك. طيب أقول لك هل جاء محمد؟ فتقول أظن أنه جاء. يبقى إذن أنت ترجح أمر مجيئه على عدم مجيئه، يبقى الطرف الراجح يسمى ظنا، الطرف الراجح يبقى إيه اسمه إيه؟ ظن. والطرف المرجوح يسمى وهم. أنت عندما قلت أظن أنه جاء، يبقى عدم مجيئه هو الوهم، يبقى الطرف المرجوح هو الوهم. واضح كده؟ الموجب هو الداعي، مطابق للواقع لموجب، لداع أو لسبب، لغير موجب بغير داع وبغير سبب. يبقى قول الحافظ رحمه الله، هتكتبوا هذا؟ لك كتبته. قول الحافظ رحمه الله أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم. يبقى التوهم زي ما قلنا إيه؟ إدراك الطرف المرجوح. طيب الوهم ده ضبط ولا عدالة؟ ضبط، نعم. أو مخالفته أي للثقات، مخالفة الراوي للثقات أو لمن هو أوثق منه، يعني مش لازم للثقات أن يكونوا أن تكون مخالفته لجمع من الثقات، لا، ممكن يكون مخالفا لمن هو أوثق وأعلى منه، وهذا أيضا ضبط. بعض العلماء قال لك إيه بقى؟ كان الأولى بالحافظ رحمه الله أن يقدم الوهم والمخالفة على الفسق. يبقى إيه؟ الترتيب يكون هكذا: فحش الغلط والغفل عن الإتقان، ويأتي بعدها الوهم، ثم المخالفة، ثم الفسق. هذا كلام بعض العلماء. النقطة اللي بعدها أو جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. الجهالة راوي من الرواه لم يوثقه أحد ولم يجرحه أو يضعفه أحد.
بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح. طب ليه قال الحافظ معين؟ لماذا قال معين؟ كان من الممكن أن يكتفي بقوله بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح، لكنه خص التجريح بقوله معين لأن الجرح لابد أن يكون مفسرا، لابد أن يكون مفسرا، بمعنى ألا يأتي إمام من الأئمة ويقول فلان ضعيف أو غير ثقة ويسكت، لابد أن يبين سبب ضعفه وسبب تجريحه له، يقول لكذا أو لكذا أو لكذا، بخلاف التعديل. التعديل يكتفى أن يقول الإمام فلان ثقة أو فلان عدل أو فلان حجة أو فلان حافظ، يكتفى بهذا. أما في الجرح فلا يكتفى بأن يقول فلان ضعيف، لا، لابد أن يقول ضعيف لسبب كذا أو لأنه فعل كذا. فلهذا قال الحافظ ولا تجريح معين. طيب، وهذه الجهالة متعلقة بإيه؟ بالعدالة، متعلقة بالعدالة. النقطة التي تليها أو بدعته، والبدعة هي فساد في الاعتقاد، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. يبقى البدعة فسق في الاعتقاد وفساد في الاعتقاد. هو تكلم سابقا عن الفسق بالفعل والقول، البدعة فساد أو فسق في الاعتقاد، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بمعاندة. يبقى هنا خرج المعاند. ليه؟ لأن هذا المعاند يعتبر كافرا عند بعض العلماء. العناد فسره أو قال بعض العلماء أن المعاندة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، بل بنوع شبهة، أي عنده دليل وإن كان هذا الدليل غير صحيح أو دليل فيه خطأ، ولكنه ظن أن هذا الدليل قوي أو هذا الدليل صحيح، فهو هنا عنده نوع شبهة. أما إذا كانت المعاندة هكذا من غير دليل فهذا يوصل صاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. فهنا المبتدع ابتدع أو وجدت بدعته هذه لدليل لا حله، عنده دليل بغض النظر بقى هذا الدليل غير صحيح أو صحيح، وإذا كان صحيح يبقى مش مبتدع، يبقى هذا الدليل غير صحيح، بدليل إن إحنا، هو طبعا أخر هذه المرتبة في هنا النقطة التاسعة، بدعة هنا النقطة التاسعة. فالحافظ قال أنا هرتب على الإيه الشديد فالإيه فالإيه فالشديد، الأشد فالشديد. فالبدعة يعني أمرها هنا ليس
بالخطر أو بالأمر الشديد كالكذب إلا إذا تعلقت روايته ببدعته. يعني واحد معتزل وروى حديثا يؤيد فيه، أو هذا الحديث يؤيد مذهبه في الاعتزال، يبقى هنا في هذه الحالة يستبعد ونعتبر هذا الحديث مردود. أما إذا لم يتعلق النص النبوي بشيء يتعلق ببدعته فلا بأس بذلك. وممكن تجد راوي في الصحيح من المعتزلة أو من الخوارج ونحو ذلك، لكن طالما لم يتعلق النص النبوي أو الحديث بهذه البدعة التي يعتنقها. واضح هذه المسألة؟ لا بمعاندة بل بنوع شبهة. يبقى هذا يتعلق بإيه؟ بالعدالة. هذا يتعلق بالعدالة. أو سوء حفظه، دي بقى النقطة الأخيرة العاشرة، وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. واحد ينسى كثيرا ونسيانه أكثر من تذكره. أعتقد حتى في كتاب التهذيب للمزي أو مختصره للحافظ يضعفون الراوي، يقولون فلان مثلا ضعيف لسوء حفظه وهكذا. وهذا سوء الحفظ متعلق بإيه؟ بالضبط. فإذا عددت النقاط العشر وجدت أن خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط كما قال الحافظ رحمه الله. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، هيتكلم بقى على النقاط العشر واحدة تلو الأخرى، وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. بنسمي الحديث الذي فيه كذاب، راوي كذاب، بنسميه إيه؟ موضوع. في بعض الناس الذين لا يفهمون مصطلح الحديث عندما نقول له هذا الحديث موضوع يظن أن معنى موضوع أن له موضوعا، يعني بيتكلم حول موضوع، وهذا طبعا ليس بصواب. فالموضوع هو الحديث الذي فيه راوي كذاب، ويعتقد أن هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحافظ بيقول إيه؟ وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. يبقى هو الموضوع دي عايدة على إيه؟ هو على كلام الحافظ هو الموضوع عايدة على الطعن، الطعن بكذب الراوي، بينما المقصود بإيه؟ الحديث، الحديث الذي فيه راوي كذاب هو الموضوع. يبقى إيه؟ في تسامح في العبارة يعني، لأن الموصوف بالموضوع هو الحديث لا الطعن وليس الطعن. والحكم عليه بالوضع، أي على إيه؟ على الحديث الذي فيه راوي كذاب، إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. يبقى إحنا لا نقطع قطعا جازما، أي بنسبة 100% أن هذا الحديث
موضوع أي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالظن الغالب. ظن قلنا إيه؟ إدراك الطرف الراجح، يعني إحنا نظن بنسبة مثلا 80 أو 90% أن هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد يصدق الكذوب. هو الكاذب ده لن يصدق في أي كلام يقوله، ربما هذا الكاذب يصدق مرة أو مرتين أو ثلاث في حياته. نعم، لكن لأهل العلم بالحديث، عشان كده إذ يصدق الكذوب قلنا إيه؟ أنه بطريق الظن الغالب لا بالقطع. فلو كان هذا الكذوب لا يصدق أبدا يبقى كنا قلنا إيه؟ بالقطع لا بالظن. لكن الحافظ هنا عشان دقيق في العبارة قال بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ يصدق الكذوب، ربما مرة يصدق في كلامه. لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية، أهل العلم بالحديث زي الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام مسلم وعلي بن المديني ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم كثير. هؤلاء العلماء المحدثون لهم ملكة قوية. احنا قلنا تعريف الملكة قبل كده هي ايه؟ كيفية راسخة في النفس، كيفية راسخة في النفس. والمقصود بها هنا ايه؟ المهارة العلمية والإتقان العلمي. لكن لأهل الحديث العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، أي يستطيعوا أن يميزوا فيها بين الحديث الموضوع وغير الموضوع. وقد صنف العلماء في ذلك تصانيف عديدة كالموضوعات لابن الجوزي وغيره. وإنما يقوم بذلك منهم، يعني الذي يستطيع أن يفرق أو يفرق ما بين الحديث الموضوع وغيره، من يكون اطلاعه تاما، عالم واسع الاطلاع زي الإمام البخاري مثلا، وذهنه ثاقبا عنده حاد الذكاء، ذهنه ثاقب متقد، وفهمه قويا ذو فهم قوي، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، أي هو متمكن في معرفة القرائن التي نستطيع أو يستطيع أن يعرف بها ويميز ما بين الحديث الموضوع وغيره، يبقى له اطلاع تام وذهن ثاقب وفهم قوي. وهذا ينتج عن إيه؟ البصيرة المنورة، يعطيه الله عز وجل بصيرة ثاقبة، وهذا ينتج من التقوى والورع، فينور الله له قلبه ويعطيه ذهنا حاد الذكاء، ذهنا ثاقبا وفهما قويا. وهؤلاء العلماء كانوا كذلك. فالإمام الدارقطني مثلا قال لأهل بغداد: لا تظنوا يا أهل بغداد أن أحدا منكم يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حي. يعني لا يستطيع أحد منكم أن يأتي بحديث موضوع يكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا موجود. فإذا فعل أحد هذا بينت للناس أن هذا ليس بحديث وأن هذا حديث موضوع.
ليه؟ لأن الإمام الدورقطني كان متوفر فيه هذه الشروط، كان له اطلاع تام وذهن ثاقب وفهم قوي وبصيرة منورة من الله عز وجل، يستطيع أن يميز بذلك كله ما بين الحديث الموضوع وبين الحديث غير الموضوع. وإمام مثل الربيع بن خثيم بن خيثم يقول إن للحديث ضوء كضوء النهار تعرفه، ده الحديث الإيه الصحيح، له ضوء كضوء النهار تعرفه، وللحديث الموضوع ظلمة كظلمة الليل تنكره. يعني الحديث النبوي الصحيح عليه نور النبوة مثل ما قلت كضوء النهار تستطيع أن تراه، أما الحديث الموضوع فكالظلام فكظلمة الليل لا تدرك فيها شيئا ولا تعرف فيها شيئا. وهؤلاء العلماء كانت عندهم القدرة على التمييز ما بين الصحيح والضعيف والموضوع ونحو ذلك. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، يعني نعرف أن الحديث موضوع بإقرار الواضع، أن يأتي الراوي ويقول أنا وضعت هذا الحديث وأنا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. مثل إيش؟ قول عمرو بن صبيح أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هناك خطبة، هذه غير خطبة الوداع، هناك خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم مروية في بعض الكتب من وضع هذا الرجل عمر بن صبيح، وهو اعترف بأنه وضع هذه الخطبة، وضعها من عنده. فهنا قد يعرف الوضع بإقرار الواضع، أنه يعترف على نفسه يقول أنا وضعت هذا الحديث. وكذلك هناك حديث يروى عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل سور القرآن، يأتي إلى سورة الفاتحة ويقول فضائلها كذا وكذا، وسورة البقرة فضائلها كذا وكذا. وهذا أيضا اعترف بعض الرواة بأنه هو الذي وضع هذا الحديث، حتى أن العلماء أنكروا على بعض المفسرين كالإمام البيضاوي والثعلبي وغيرهما إيراد هذا الحديث، إيراد هذا الحديث في تفسيره مع عدم بيان وضعه. يعني بعض المفسرين ذكروا هذا الحديث في التفاسير بتاعتهم ولم يبينوا أن هذا الحديث موضوع. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد كان من الأئمة الكبار المجتهدين، فإذا ذهبت إلى قبره شممت رائحة ذكية كأنها ريح المسك، وهو مدفون هنا في القرافة التي أسفل المقطم، جبل المقطم. بجانب الإمام ابن عطاء الله السكندري، مقبرة بجانبه. كلما تذهب إلى هذا المكان عند قبر ابن دقيق العيد تشم رائحة المسك وأنت واقف بجوار قبره، ولا يوجد شيء، لا يوجد ورد ولا شيء من هذا القبيل، كل ما تذهب تشم هذه الرائحة. ومن أقواله رضي الله عنه، من دقيق العيد هذا،
يقول ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها بين يدي الله عز وجل جوابا. يعني إذا تكلم بكلمة يعرف إذا سأله الله عنها يوم القيامة يعرف كيف يجيب، فهو لا يتكلم هكذا مثلنا نحن، لا هو يتكلم بحساب، فكل كلمة لها جواب عنده أمام الله عز وجل يوم القيامة. نعم ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها بين يدي الله عز وجل جوابا يوم القيامة. فهؤلاء هم الأئمة الذين لهم اطلاع تام وذهن ثاقب وفهم قوي وبصيرة منورة. قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك، لا يقطع بذلك اللي هو ايه؟ اعتراف الواضع بوضعه، أي اعتراف بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. يعني ربما هو يقول أنا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت هذا الحديث، ويكون كاذبا في قوله هذا، وفهم منه بعضهم ده يحتمل يكون مين؟ الإمام الذهبي في كتابه الموقظة، أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. يعني بعض العلماء فهم من كلام ابن دقيق العيد أن الواضع إذا أقر بوضعه وكذبه لا نأخذ بذلك الإقرار. حافظ بيقول وليس ذلك مراده، يعني ليس ذلك مراد ابن دقيق العيد ان هو لا يؤخذ بذلك اصلا، وانما نفى القطع بذلك. يعني ايه؟ يعني اذا اقر الواضع بانه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا نقطع بان هذا الحديث موضوع، لا نقطع يعني إيه؟ أي لا نتيقن أنه 100% موضوع. واضح؟ وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، فإحنا نحكم عليه بأنه موضوع، نحكم عليه بأنه موضوع، لكن لا نقطع 100% أنه موضوع. واضح؟ هناك فرق بين الحكم والقطع. نحن نحكم بأن هذا الحديث موضوع. ليه؟ لأن الراوي اعترف وأقر بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لكن لا نقطع بأنه موضوع. ليه؟ لأنه ربما يكون كذب في ذلك الإقرار. واضح؟ ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب. احنا حكمنا عليه بأنه موضوع ليه؟ لوجود الظن الغالب. الظن الغالب ده من أين أتى؟ من إقراره بأنه واعترافه بأنه وضع هذا الحديث، وهو هناك ذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا،
لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. يبقى احنا لو مشينا على كلام الإمام الذهبي أو من قال بأنه لا يعمل بالإقرار، يبقى ما كناش هنرجم المعترف بالزنا، لأنه إيه ربما هنقول إيه، ربما هو كاذب في هذا الاعتراف، وهو ربما يكون كاذب في هذا الاعتراف، ولكن الحكم غير القتل، ولما ساق قتل المقر بالقتل. واحد اعترف أنه قتل هذا القتيل، هو وارد أنه يكون كاذب في هذا الاعتراف، وارد، ولكن مع هذا نحكم بأنه يقتل مع اعتقادنا بأنه ربما يكون كاذبا، ولكنه اعترف وأقر، فالاعتراف غير أو القطع غير الحكم، الحكم شيء والقطع شيء آخر. ليه بقى؟ لأن القطع لا يكون إلا باليقين، القطع لا يكون إلا باليقين، لكن الحكم يكون بالظن أو بالظن الغالب. القطع اللي هو أنت تكون متأكد من شيء 100%، ده يكون إيه باليقين، إنك رأيت سمعت، لكن الحكم يكون بالظن الغالب. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد. يعني هناك قرائن أخرى يمكن أن نتوصل بها إلى أن هذا الحديث موضوع، هذه القرائن تتعلق أيضا بحال الراوي. فبيقول كما وقع للمأمون بن أحمد، وهذا المأمون بن أحمد هذا رجل من الفساق، فاسق معروف بفسقه، أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة. حسن اللي هو مين؟ حسن البصري. ناس قاعدين بيختلفوا هل الحسن البصري سمع من أبي هريرة أم لا. الحسن البصري تابعي، وأبو هريرة صحابي، والمأمون ابن أحمد هذا الفاسق قاعد في هذا المجلس، فراح ذكر لهم حديث، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الحسن من أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الحسن من أبي هريرة، فيعني بلغ من الفسق مبلغا. فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، وكما وقع لغياث بن إبراهيم، وهذا أيضا كان رجلا كذابا، حيث دخل على المهدي. المهدي هذا والد هارون الرشيد الخليفة العباسي. غياث بن إبراهيم دخل على المهدي الخليفة فوجده يلعب بالحمام، يعني يجري مسابقة ما بين الحمام. فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل اللي هو السهم الحديد، السهم اللي بيرموا به، والخف متعلق بالإبل، الإبل لما تتسابق، أو حافر اللي هو الخيل، خيل لما تتسابق. فالحديث إلى
يتوقف عند هذا، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهو لما لقى المهدي بيسابق ما بين الحمام، الحمام مش داخل في هذا الحديث، فراح إيه قال إيه زاد أو جناح حتى يدخل الطائر اللي هو الحمام، فزاد في الحديث أو جناح. فعرف المهدي أنه كذب لأجله. المهدي كان رجلا ذكيا عاقلا، فعلم أن هذا الرجل كذب من أجله هو، من أجل الخليفة، حتى يرضي الخليفة، فأمر بذبح الحمام، أمر بذبح الحمام كله. فقالوا إن هو عمل فعل هذا لندمه ولكونه كان سببا في وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل هذا أراد أن يرضي الخليفة فوضع الحديث، فالخليفة شعر بالندم إن هو كان سبب في وضع الحديث، فأمر بذبح الحمام كله. وحتى في رواية أخرى أنه أعطاه 10,000 درهم. فلما أخذها الرجل وذهب، المهدي قال إيه؟ أشهد عليك أنك كذاب، أشهد أنك رجل كذاب. فالمهدي علم وأدرك أن هذا الرجل وضع وكذب الحديث، كذب في هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها، أي من الأمور التي نعرف بها أن هذا الحديث موضوع، ما يؤخذ من حال المروي. المروي اللي هو إيه بقى؟ النص. إحنا كنا في الأول بنتكلم عن الراوي، الراوي كاذب، الراوي متهم بالكذب وإلى آخره. هناك بقى أمور تتعلق بالمروي، النص النبوي، ندرك منها أن هذا الحديث موضوع لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل ماذا؟ كأن يكون مناقضا لنص القرآن، كأن يكون مناقضا لنص القرآن، مثل أن يتعلق مثلا الحديث بشيء فيه تجسيم لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فنعرف بأن هذا الحديث موضوع. ليه؟ لأنه مخالف لنص القرآن. نص القرآن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أتى حديث يتعلق مثلا بالتجسيم فندرك أن هذا الحديث موضوع. أو السنة المتواترة، يكون مناقضا للسنة المتواترة، ويكون مثلا هذا الحديث من الأحاديث الأحاد ويخالف ما في السنة المتواترة، فنقطع بأن هذا الحديث موضوع. أو مناقض للإجماع القطعي، الإجماع الذي ليس فيه خلاف، فيبقى يخرج الإجماع مثلا السكوتي. الإجماع السكوتي غير قطعي، فإذا خالف الإجماع القطعي علمنا أن ذلك موضوع. أما إذا خالف الإجماع السكوتي مثلا ففيه نظر. أو صريح العقل يخالف شيئا أو يتنافى مع صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. أتى حديث مخالف لنص القرآن أو السنة أو الإجماع أو صريح العقل ولا يحتمل التأويل،
فإذا أتى هذا حكمنا عليه بأنه موضوع. وأيضا نعرفه ربما من ركاكة المعنى أو اللفظ. اللفظ مش هو اللفظ النبوي، المعنى مش هو ده المعنى النبوي، فنحكم عليه أيضا بأنه حديث موضوع. ثم المروي تارة يخترعه الواضح، هو بعد كده بقى هيتكلم عن إيه أحوال المروي، ودي بقى إيه نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. لا يلزم من نفي القطع نفي الحكم. واحد اعترف بأنه قتل فلان، فنحكم عليه بالقتل. طيب يبقى هذا هو إيه الحكم. هل وارد بأنه يكون كاذبا في هذا الاعتراف؟ وارد. احنا عندنا في الصعيد ممكن يعني يعترف على نفسه بأشياء لم يفعلها، وذلك لأنه يريد أن يثبت للناس أنه رجل قوي، أو أنه أخذ بثأره أو نحو ذلك، أو أنه قتل من قتل أباه أو قتل أخاه أو نحو ذلك، فربما يكون كاذبا في هذا الاعتراف. يبقى يعني احتمال كذبه في هذا الاعتراف يجعلنا لا نقطع ونتأكد بأنه هو القاتل، وربما يكون لم يقتل، فإحنا نحن لا نقطع بأنه هو القاتل، ومع هذا نحكم عليه بالقتل أو نحكم بقتله. إذن نفي الحكم لا يستلزم نفي القتل. فهمت ولا لسه؟ واضح؟ في حد عنده سؤال آخر؟ عقليا وحسيا. القضايا كما قلت القضايا المتواترة والتجريبية، هذه القضايا التجريبية تحتاج إلى العقل والحس معا. مثلا إذا أنت كنت تجري تجربة في المعمل، أنت رجل تدرس الكيمياء أو الفيزياء أو نحو ذلك وتجري تجربة في المعمل، هذه التجربة تحتاج إلى إيه؟ عقل فقط ولا حس فقط؟ الاثنان معا تحتاج إلى العقل في تركيب المواد، وتحتاج إلى الحس أن تنظر هذه المواد ماذا فعلت حينما ركبت مع بعضها البعض، فلا استغناء عن الحس ولا استغناء عن العقل، فلا بد في القضايا المتواترة والتجريبية أن نستعمل الحس والعقل معا. واضح؟ إيه؟ نعم؟ لا ما أسمع. حد يسمع؟ إيه؟ الطرف المرجوح. ما معنى الطرف المرجوح؟ أنا المثال الذي ضربته قلت سألت واحدا من الطلبة، قلت له هل جاء محمد؟
فقال أظن أنه جاء. يبقى مجيء محمد هو الطرف الراجح، عدم مجيء محمد هو الطرف المرجوح. واضح؟ هل المرجوح هو باطل؟ لا، المرجوح هو الذي لست متأكدا منه تماما. الراجح هو الذي أنا متأكد منه بعض الشيء، ولكن ليس متأكد منه تماما. أنا متأكد منه بنسبة 70-80%. إذا حتى ندرك هذا، الطرف الراجح هذا مثلا الطرف المرجوح 20%. وضحت كده؟ الطرف اللي هي استواء الطرفان 50%. في سؤال آخر؟ يعني مرجوح 20%. 20-30 10. طريق العقل إذا قال الوحي تقدم. صريح العقل. الوحي لا يخالف صريح العقل إطلاقا، وربما يظن البعض لجهله أن الوحي يخالف صريح العقل، ولكن استحالة أن يخالف صريح الوحي صريح العقل. ربنا سبحانه وتعالى لم يخاطبنا بشيء لا تعيه عقولنا، لم يخاطبنا بشيء لا تعيه العقول، وإلا كان الخطاب عبثا، والله عز وجل منزه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، منزه عن العبث. فإذا حتى أنت إذا خطبت أخاك بما لا يفهم، كان هذا يعني شيء من العبث، ولا تطالبه بأن ينفذ لك ما أردت إذا كان هو لا يفهم ما تقول. فالله عز وجل لم يخاطبنا بما لا تعيه عقولنا. طيب، هنفترض على كلامك أن العقل لا يفهمها، هل هي خالفت العقل؟ خالفت صريح العقل؟ الحروف المقطعة خالفت العقل في إيه؟ ربما الإنسان لا يفهمها، لا يفهم معناها، لكن هل هي خالفت العقل في شيء؟ لم تخالف العقل. أو المثال اللي أنت ذكرته هذا ليس فيه مخالفة للعقل، بل الحروف المقطعة هذه، يعني مثلا عندما تجد المفسرين يفسرون أو يتكلمون عن الحروف المقطعة، كل منهم يتكلم بما يفتح الله عز وجل عليه به في تفسير هذه الحروف. فهذا من رحمة الله عز وجل واتساع
وفيوضات القرآن الكريم، كلما تقرأه كلما تجد فيه شيئا جديدا لا يخلق عن كثرة الرد. ولكن هذه الحروف المقطعة لم تخالف العقل في شيء. هل العقل يقول شيء والحروف المقطعة دي خالفته؟ لا، خالفته في إيه؟ ائتي لي بمثال. ممكن يعني تسليما تسليم مثلا أنا الأمر لا يستطيع العقل ما يريده علي التسليم كذا. نعم. مثلا الشيء الذي ذكر يعني في الأخبار الصفات كيف العقل إيه؟ يفتت القرآن ذكرى صفات الله لا فتوه وليس كمثل شيء. نعم. إذا كان العقل يخالف هل يمكن أن يفتت؟ يخالف ماذا؟ العقل يخالف ماذا؟ هل العقل يخالف أن الله عز وجل ليس كمثله شيء؟ كيف يخالف العقل هذا؟ الله عز وجل منزه عن مشابهة مخلوقاته، منزه عن الشريك، منزه عن الولد، منزه عن الزوجة، منزه فهو منزه وليس كمثله شيء. إيه المشكلة في العقل إن هو يعتقد هذا؟ هل العقل لا يدرك هذا ولا يفهمه؟ ده أنا ممكن أقولها على فرد مثلا، شخص من الأشخاص، طبعا مع الفارق أقول والله هذا الرجل يعني متفرد، يعني هذا الإمام إمام كبير عالم جليل، ليس يوجد عالم مثله. ممكن أقولها على فرض طبعا مع الفارق. فإذا قلت أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، كيف لا يدرك العقل هذا؟ وكيف يكون هذا أو يتصور أن يكون هذا متعارضا مع العقل، مع صريح العقل؟ ليس فيه شيء يتعارض مع صريح العقل. حد عنده سؤال آخر؟ نص الحديث ناس النص إيش؟ ناس النص معنى النص. النص اللي هو السهل. يعني يرمي بالسهم، يعني يوجد اثنان أو ثلاثة أو أربعة متسابقين، هذا يرمي بالسهم وهذا يرمي بالسهم، نشوف أي سهم يسبق الأسهم. هل السهم مثلا أنا أرمي بسهم، هل يذهب أبعد أم أنت عندما ترميه؟ كان العرب يتسابقون بهذا في القديم، وفي الخيل وفي الخف اللي هو الإبل ونحو ذلك. ما الفرق بين الظن بالغالب وظن بالقوة؟ الإيش؟ الظن بالغالب وظن بالقوة، ما الفرق؟ الظن الغالب، الظن الغالب وظن بالقوة. يعني إيه الظن بالأخوة؟ الفرق بينهما. لا، الثاني هذا ما أدري. الظن بقوة. الظن بقوة؟ لا، الظن الظن بقوة. الظن الغالب هو الظن بقوة، هو ظن غالب، ظن قوي، هو طيب.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.